اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح للترند العالمي ونشوف ايه ابرز الامور العالميه وعلى الساحه الاوروبيه والانجليزيه كمان تحديدا. نبتدي بحساب الديلي ميل على تويتر واللي بيقول ان مواجهه استون فيلا وليفربول سيشاهدها كل المصريين بسبب مشاركه تريزيجيه وصلاح، واحتمال كمان محمد يشارك. اعتقد محمد لحد دلوقتي ما لعبش ولا دقيقه في بطوله الدوري الانجليزي، دايما متواجد على دكه البدلاء، لكن اللي بيشارك بصفه اساسيه في صفوف استون فيلا هو تريزيجيه وبيأدي بشكل كويس، بالاضافه طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح. فاكيد هنتابع هذه المباراه اللي هتكون بكره الساعه 9 الا ربع على ما اتذكر بتوقيت القاهره. حساب في الجول على تويتر بيقول ان تريزيجيه ليه تصريحات قبل مواجهه صلاح، بيقول بيوم خاص في بلدنا وابو تريكه بيوصينا بالمصريين. طبعا ابو تريكه احد نجوم الاساطير طبعا في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي، ودايما هو على تواصل مع ابناء النادي الاهلي وابناء الكره المصريه في اوروبا سواء تريزيجيه او محمد صلاح، واكيد هو هيكون يوم خاص بالنسبه للمصريين مباراه الغد ما بين تريزيجيه وايضا محمد صلاح.